السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، أقدم لكم في هذا الفيديو مواقيت الصلاة في مصر 25/6/2024 من قناتي أنا وحياتي، فضلا منكم وتكرما أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. يؤذن الفجر بإذن الله على القاهرة في 4:09، الشروق في 5:55، يؤذن الظهر اليوم على القاهرة في 12:57، يؤذن العصر اليوم على القاهرة في 4:33، يؤذن المغرب اليوم على القاهرة في تمام 8:00، تؤذن العشاء بإذن الله تعالى على مدينة القاهرة في 9:33. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكركم، بتمنى من حضرتكم اشتراك ولايك. السلام عليكم.